هذا المنتدى معلما سنويا متميزا من معالم النشاط الفكري وتلاقح الآراء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأكثر من عقد من الزمن. لقد أصبح المنتدى منبرا دوليا تتفاعل فيه الأفكار حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة من أجل التواصل إلى رؤى تشكل قاعدة للعمل الجماعي الجاد لبحث كيفية تنفيذ تلك الرؤى بما يؤمن أوسع نطاق ممكن من المصلحة المشتركة.